المتسابق الأخ محمد عبد الله علي المعمري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، مشارك في الفرع الأول، يقرأ برواية حفص عن عاصم. سبحان الذي منحك الحلم والهدوء. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فما استيسر من الهدي، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. حسبك. الس-
السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وأذن مؤذن فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون حسبك. السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن
نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض لا يستكبر وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون حسبك السؤال الرابع اقرأ من أول سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد حسبك السؤال الأخير اقرأ من قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أولئك ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اقرأ ويدخلهم جنات. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. حسبك. سؤال التفسير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وبعد. السؤال الأول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وضح معنى لا يألونكم خبالا. أي لا يقصرون في فساد دينكم. السؤال الثاني، قال جل ذكره: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ما معنى نتقنا؟ أي رفعناه وقلعناه. السؤال الثالث في قوله جل ذكره: والله أركسهم بما كسبوا. ما تفسير أركسهم؟ أي نكسهم إلى حكم الكفر وردهم فيه. السؤال الرابع في قوله تعالى: سرابيلهم من قطران. ما معنى سرابيلهم؟ أي قمصانهم أو ثيابهم. السؤال الخامس في قوله تعالى: تزاور عن كهفهم ذات اليمين. بين معنى تزاور. أي تميل وتعدل.
السؤال السادس في قوله جل ذكره: قال إني لعملكم من القالين. ما معنى القالين؟ أي من المبغضين أشد البغض. السؤال السابع في قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ما تفسير عزني؟ أي غلبني وقهرني بالمحاجة. السؤال الثامن في قوله تعالى: فشاربون شرب الهيم. ما المراد بالهيم؟ أي الإبل العطاش التي لا تروى. السؤال التاسع في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما معنى فما أوجفتم عليه؟ أي فما أجريتم على تحصيله. السؤال العاشر في قوله تعالى: والقمر إذا اتسق. وضح معنى اتسق. أي اجتمع وتم وتكامل نوره. تمت الأسئلة. شكراً.